كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كنشكر السلطات المحلية اللي واش كلهم شرد مجندون وراء القايد على باش هاد البلاد تلقى من هاد الفيروس. بعد باكم البلاد والله ضحر. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بومرك فاعل جمعوي فالمنطقة ديالي ذوق النظيف عملت إقليم شتوكة أيتباها، وكذلك فاعل جمعوي وفاعل خير يعني في الجماعة ديال القليعة. أولا بغيت غير نهضر على ذاك ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية على واحد الفيديو اللي هو في الحقيقة فيديو مفبرك، يعني ماشي نقول مفبرك وإنما تم يعني حذف الأصل فيه وتم إظهار فقط آخر المقطع اللي هو 30 ثانية، يعني التي أثارت ضجة وأثارت حفيظة بعض الإخوة وخاصة في حزب الاستقلال لدواعي يعني لا خفايا الله أعلم بها. وعلى كل حال سمح الله الإخوة لأنهم تسرعوا في نشر هذا البيان الذي يعني ما شاء الله ما شاء الله. هذا ما استغربوا له هو أنه حزب يعني بعتيد وحزب وطني وحزب كبير بزاف عند في العينين ديال المغاربة قاطبة أنه يصدر واحد البيان على شخص يعني ضعيف، على شخص يعني مياوم، ماشي حتى موظف، ماشي يعني يتقاضى أجرا يعني سمينا، مازال يعني دار بيان على شي وزير أو دار بيان على شي عامل أو دار بيان يعني على شي شخص كبير، ما يبقاش فيك الحال. ولا إني أعلم مياوم يعني شيء يعني في الحقيقة الله لا يقبله لا العقل ولا المنطق. إذن على كل حال بالنسبة للفيديو اللي أنا اليوم بالصدد ديالو، أولا بعدها كنشكر جميع الإخوة اللي اتصلوا بيا وطمأنوني على سميتو على الحالة يعني وعلى المسار نتاع هذه القضية هذه، وكنشكر كذلك هذه القناة ديال كاب بانت كات، وكنشكر جميع المستمعين والمشاهدين ديالها اللي كنحييهم من هذا المنبر. كنوضح اولا للراي العام المغربي وكذلك عامه وكذلك الراي العام القليعي خاصه الناس ديال القليعه، اللي غادي نقول لهم بانكم كتعرفوا محمد بومالك مزيان. محمد بومالك اربعة اشهر او يزيد وهو كيدير الحملات التحسيسيه في مدينه القليعه، هذا بشهاده الجميع، حتى ان الناس كيقولوا راك كدوز كتصدعنا ديروا الكبامه ديروا هذه. وهذاك الفيديو اللي تنشر فهو فيديو طويل في 4 ديال الدقائق و90 ثانيه تقريبا 5 ديال الدقائق. ما وقع فيه هو انه كانت معنا السلطات المحليه، اذا بما ان السلطه المحليه كانت حاضره، كانوا القوات المساعده، كان عون السلطه، كانوا كيصوروا. فما وقع هو ان ذاك الفيديو، الغريب في الامر انني لم يسجل من طرفي شخص اخر، انا اللي صورته في وسط الطوموبيل، انا اللي صورته، يعني انا اللي صورت الفيديو. الفيديو اللي صورته من 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 حسن النيه ديالي، اننا دائما فاش كنصور شي فيديو كيف ما بغى يكون كنصيفطوا لاعوان السلطه للناس ديال السلطات في القليعه، بما في ذلك القائد المقاطعه ديال الدائره الاولى، وكذلك القائد ديال الدائره الثانيه، وكذلك السيد الباشا. هذاك الفيديو صيفطته لهاد ثلاثة ديال الناس. الغريب في الأمر أنه صر يعني تم تسريبه من أي جهة سرب لا أدري. إذا هذا ما كانش في الفيسبوك، ما نشرته في حتى شي بلاصة، تنشر
ثلاثة ديال الناس اللي صيفط لهم الفيديو وتنشر. على كل حال الفيديو المشكل اللي فيه هو انه الشبان كما كتعرفوا دائما والناس ديال القليعه واحد العدد فيهم كيعرف انه جراو علينا بالحجر ماشي مره ماشي جوج، سبونا الشبان وما استفزني هو السيد اللي دفل عليا وقال لي ما كايناش كورونا والحرام غير متيق هاد الناس وكتقول هاد الهضره. ديك الوقت ملي ساليت الفيديو هضرت للجهه ديال الشيفور فين كان وقلت له الله يتبع بابكم لان كانوا جوج، الله يتبع بابكم البلا اولاد الحرام. بدا الشيفور كيضحك بديت انا كنضحك، دخلت في واحد يعني ديال الهزل والبسط وكذا، والناس خداتها بانه بو مالك محمد راه سب الساكنه وسب كذا وسب كذا وسب كذا. وهنا كنعاود نقول الا كان شي واحد ظن نفسه في القليعه او في اي منطقه بان بو مالك محمد سبو، انا مره اخرى اقدم اعتذاري واعتذار رغم انه يعني لم هذا الفيديو لم امس فيه احدا. فهاد المره هادي انا الحملات التحسيسيه اللي كنت كندير باقي تنعاود نقولها هي حملات تطوعيه، ما كيخلصني حتى واحد، ما كتخلصني العماله، ما كتخلصني الجماعه، انا لست متحزبا اصلا، انا ماشي مع حزب العداله والتنميه ولا مع حزب الاستقلال ولا اي حزب. اللي جا كنقول له نعم سيدي. اللي فيما يخص القضيه ديال اصدار البيان ديال حزب الاستقلال واتهموا فيه الرئيس بانه لم يتخذ ضد محمد بومالكا وعامل انعاش الاجراء اللازم، اش من اجراء غادي يتخذ ضد رئيس الجماعه؟ الاجراء الوحيد هو طردي من العمل. انا اعتبر نفسي مطرودا لانه لا حقوق لدي، لو كانت عندي الحقوق ما كنت موظف، ما يبقاش فيا الحال، غيبقى فيا الحال، ولاني انا غير موظف غير مياوم بدون اوراق بدون التزام بدون حتى شي حاجه، فما يعني ما يبقاش فيا. هذه صراع سياسي ما بين، وبما انه قربت الانتخابات 2021 فهاد البلاد ديالنا غتعرف الاستحقاقات المقبله، فهذا صراع سياسي بين الاحزاب اللي كاينه في القليعه. فانا انصح جميع الاحزاب السياسيه المتصارعه في القليعه اذا ارادت ان تركب على ظهر محمد بومالك فانا اقول لها بانه لا داعي لذلك. اركبوا على المشاريع الكبرى، اركبوا ابحثوا عن الملايير ديال الدراهم التي تصرف في المشاريع الكبرى. اما محمد بومالك يتقاضى اجرا زاهدا لا يسمن ولا يغني من جوع لتركبوا على ظهره فانا لا. انا داكشي والله العظيم الى الكنزه الاولى كنعطيها الكره والموضوع، الكنزه الثانيه هي باش كنعيش انا وليداتي التي تبلغ 900 درهم. 900 درهم هذا الشيء اللي كاين، 900 درهم الاولى كنعطيها الكره والموضوع، و 900 درهم الثانيه هي باش كنعيش انا وليدات. تصور لو كانت المراه ديالي غير كدير الماكياج ما يقداش داكشي في الماكياج ديالها، ويجي واحد تيقبط ملايين ديال الدراهم وغي جالس ما كيدير حتى شي حاجه ويركب على الظهر ديال واحد كيشد 90000 فرانك ويصدر في حقه بلاغات ويصدر في حقه وينوض الجا. لا 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 ارى انه انا هذا الشيء يعني البلاد ديالنا ما غاداش في الخير الا كان هذا هو. انا انصح الجميع اذا من اراد ان يركب على الامواج فليركب على الامواج العاتيه، اما الامواج الضعيفه فانها لن يبلغ الانسان مداه بها هذه التصرفات. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.